J'ai 28 ans, actuellement entrepreneur. J'ai deux marques de tout ce qui est fashion design. Donc je fais tout ce qui est vraiment artisanal, fait à la main. Donc la première marque lancée c'est Amain Hadi. كندير صباغه على لي زارتيكل دو مود دونك بحال لي شي واحد ارتست كيدير صباغه على لي طابلو دونك انا تندير تو سكي فاشن دونك عندي واحد لا باسيون دونك جي كومبيني دو باسيون لا باسيون بور لا مود ولا باسيون بور لا بينتور دونك بور لارت تو سكي ارتستيك دونك جي درتهم بجوج جمعتهم بجوج باش كنصبغ على دي زارتيكل دو مود باش كتعطي شي حاجه فريمون واعره بزاف وزوينه اللي كتلبس سي فريمون شي حاجه اونيك اللي حتى واحد ما عنده كندير اون بياس اونيك يعني فاش كيلبسها شي واحد كيكون فرحان زعما كندير بزاف ديال الكولور كنخدم بزاف ديال الكولور بزاف ديال لي بايات كنستعمل بزاف ديال التكنيك باش تكون هذيك لا بياس اونيك وفاش يكون شي واحد لابسها يكون فرحان وعجبو الحال وزعما فريمون كتعبر على واحد لا بيرسوناليتي ان واحد هذيك لا بيرسون اللي لابسه عندها ان سيرتان ستيل وانا لابسه شي حاجه ما عندش كلشي. خريجه المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير دونك انا مختصه تو سكي ماركتينغ دونك التسويق والتجاره وتخرجت في 2012 ابري بديت المسار ديالي البروفيسيونيل بديت كنخدم في لي غراند انتربريز ان طونك ريسبونسابل ماركتينغ يعني مسؤوله التسويق يعني خدمت بواحد ثلاثه شركات وطنيه وباقا اكطوالمون خدامه اي او ميم طون عندي لا مارك ديالي كو جو ديفلوب زعما دو جور ان جور او فات زعما فاش كدوز واحد بزاف ديال السنوات في مجال الخدمه وفاش كتدخل لو موند بروفيسيونيل تالمون كتمشي في هذاك العالم كتنسى راسك كتنسى تي باسيون كتنسى زعما فريمون تو فيد كتخرج من الداخل يعني كتقلب على شي حاجه اللي كتعجبك واللي كتفرحك كتلقى راسك فريمون نواي في هذاك لو كوتيديان ديال كل يوم وداكشي علاش زعما جاني ان ريفليكس ابري واحد 5 ans يعني ابري 5 سنين ديال لا كارير دونك جو مي سوي دي خصني ندير شي حاجه ديالي شي حاجه كتعجبني شي حاجه كنبغي نديرها وجاتني ليدي باغ ازار باسكو كنت غاده باغ ازار بانت لي واحد ليكول دار ودخلت ليها هضرت مع اللي كتدرس هادشي ديال الفن وهضرت معها وقالت لي مرحبا بك اجي تعلمي انا ما كنعرفش نرسم على باز ولكن قالت لي غنعلمك لي باز ديال الصباغه لي تكنيك كيفاش تخدمي كيفاش تستعملي لي كولور ايتترا دونك سي سكو جي في دونك بديت كندير لي كور عندها وابري بتيت ا بتيت بديت كنرسم على لي طوال كندير لي طابلو وابري بيسكو كيعجبني تو سكي فاشن دونك بديت كنرسم على لي تيشيرت ديالي بازيك بويد كنرسم فيهم كنستعمل بزاف لي كولور وصافي لبسو معجب الناس دونك اون فوا لبسو الناس كيقولوا لي من شريتي هذا كنقول لهم اوفيت سي موا كي لا في انا اللي درتو انا سي فريمون مصاوب باليد اون كرياسيون كي اونيك اللي عمري ما نقدر نعاودها ابري با فاسيل حتى حاجه ما ساهله خص الواحد يخدم على راسو دو ان وخصو تجي الفكره ديجا فاش كتجيك الفكره خصك تخدم عليها ودير بوكو دو طرافاي دو ريشيرش تقلب تعرف لي طوندونس مثلا بوغ لا مود خصك تعرف لي طوندونس شنو واقع لي كوليكسيون عند لي مارك انترناسيونال خصك تعرف شنو واقع او ميم طون تخدم على لي تكنيك ديالك اي اون باراليل شنو اللي نفعني بزاف سي قرايتي شنو قريت ليكسبيريونس ديال لي بروفيسيونيل جي با كو حتى حاجه ما نفعتني وانا اللي خدمت وصافي مي داكشي كامل جي كومبيني باسكو شوي انا مسؤوله عن التسويق دونك استعملت كاع هذاكشي اللي تعلمت في لو موند بروفيسيونيل باش نديفلوبي باش نطور لا مارك ديالي دونك اكطوالمون تندير تو سكي كنحط لا مارك ديالي في دي كونسيبت ستور فهاد سي واحد المحلات اللي كيجمعوا بزاف ديال لي كرياتور بحال اللي عندهم دي مارك بحالي كي سون دون لا كرياسيون دونك تيحطوا في هذوك لي كونسيبت ستور سي سكو جو في اكطوالمون و تنبيع او ميم طون في انستغرام فيسبوك يعني الناس عرفوني سوا سي دي كونيسونس اللي كنت كنعرفهم عاوتاني بريزونطوني لواحد الناس واحد اخرين اي سي كوم سا كجي كومونسي دايور و او ميم طون تنحط في هاد المحلات التجاريه اللي كنعرفو بلا مارك ديالي كيمشيو
الناس بور افوار شي حاجه لي اونيك دونك تمشيو لهذوك المحلات دونك اكطوالمون سي سكو جو في زعما سي كوم سا كو جو كوميرساليز ما مارك مي ما كرهتش زعما واحد النهار ندير انا الشوروم ديالي ونحط حوايجي في واحد الماغازان افيك ما مارك كي اكري دوسو الوغ لبست لو برومي ارتيست لي لبست هو الارتيست لبستو في واحد دونك هديت واحد تيشيرت اللي درتو له في الامان واحد درتو بحال اون تيت دو مور و افيك بوكو تكنيك زعما فريمون ان تيشيرت بازيك و جي ترانسفورمي بدلتو زعما عطات شي حاجه زوينه بزاف ولبست لو رابور البنج دونك سيتي فاش كنت كندير لا كوميرسياليزاسيون ديال لا كوليكسيون ديال لي فيست ميليتير ديالي دونك لبست هذا ولبست كلك زعما وجوه اعلاميه سي با ايفيدون اكزاكتومون سي با évident يعني ما كاينش شي سر زعما ما كاينش اون ريسيت ماجيك خصك تكون فريمون باسوني داكشي اللي كدير وكتعطي فيها غتعطي واخا ما عندكش الوقت تخافاي مثلا كتخدم 8 سوايع ولا اكثر في النهار ولكن كتدخل الدار خصك دير داكشي خصك دير تا باسون خصك تخدم دونك سي كيسيون دو اورغانيزاسيون خص واحد ينظم راسو ويعرف راسو شنو باغي ويخدم على راسو باش يافونسي يعني زعما يا با دو سيكري Exactement. La femme, parce que la femme, je vais aider à l'homme, c'est la détermination de ses propres moyens. Quand elle veut que tu aies un homme, 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 elle veut que en tant que personne li khdem zama li درت لا مارك ديالي ولانسيت وخدمت بزاف زعما خص الواحد يكون تايق في راسو بزاف يعني كاين بزاف ناس كتلاقى الناس كيهرسوك يفو با ما خصكش تما خصك تونطوغ ديما بواحد الناس كي سون بوزيتيف تيعطيوك واحد الطاقه ايجابيه تيشجعوك تيعاونوك واخا غير بكلمه زوينه يا با بروبليم ماشي ضروري فينانسييرمون ولا شي حاجه ما خصك تكون تايق في راسك بزاف وعارف راسك شنو باغي وتحط واحد لوبجيكتيف قدام عينيك وخصك زعما تنسى كاع الناس ولا كاع داك تو سكي نيجاتيف خصك تحيدو وتافونسي دير واحد لوبجيكتيف قدامك وتزيد فيه القدام زعما هذا هو هذه هو النصيحه ديالي لتوت فام فورت انديبوندونت اللي باغا توصل شي حاجه